قلها قلها يرفع الضغط والله ما احطه في محل جوالين بيبا لو فكرت فيها الضغط ما يدبد اسلم من شعرك في بس ما اقدر انا اخلاق والله كان موضوع شيق صراحه والله كنت تتكلمون اسلم اسلم لا والله انا بس الرساله بوصلها ان قبل ان حلو ان ناخذ من هذه المبادئ وشيء من حنا نذكرها من القصص ان حنا نطبقها في حياتنا اليوميه مع الاشخاص يعني مثل رد الاساءه بالحسنى هذا درس من مكارم الاخلاق انك انت تقدمه تقدم كثير اشياء من مكارم الاخلاق اللي سيدنا محمد حث عليها وانما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق قلت ما شاء الله يا اخوان العجوز يتاكم ترى اكثر الشعار والله هذا الشيء له فائده علي والله العظيم يعني كثير صار معي مواقف خصوصا من الردود السيئه او كذا ردك عليها بالحسنة والطريقة الجميلة اللي حتى ما تسيء للإنسان اللي أمامك أنا أشوفه من أفضل الأشياء صراحة اللي إنك تتعامل فيها تسترسل فيها في حياتك قهوة النشام قهوة النشام أبادي ترج رقم الجوال الربع 0533 يا عيال ماكم دخل رجالك يا تسولف 0533351115 قهوة النشام أبادي ترج هذا معطينا هنا احنا ناخذ من اسر منتجه ونحط ارقامه في هذا الرجال معطينا قهوه مجانا حبينا نعلل والله يرزقنا يرزقنا وياه 0533351115 يستاهل اسلم يا بسام اقول مشعل قال كلمه اللي هو ان الشخص اللي عاملك بسوء تعامله بحسنه او يتكلم عليه انا احس انها تناقض يعني حتى اللي بعض الناس اللي على حسب الموقف وبعض الناس اللي يقولها ما ينفذها لان جزء كبير لو تغلط على شخص بيغلط عليك هذا طبيعي يعني هو الصح انك ما تتغلط عليه لكن الموجود الان واللي ماشي ودارج انه اذا غلط غلط عليك تاخذها او العكس كذلك والله في ناس تسحب جدا تسحب هذا الشيء خليك تنقلب عليه بعضهم وعلى حسب العلاقه تخيل واحد يصدمك يهاوشك تقول الله يعطيك العافيه جزاك الله خير تركب في الغالب لا انا ما اقول عن نفسي انا اقول الاغلب بسام الرد ممكن ينقصك وانت في زود الرد ممكن ينقصك وانت في زود اقول حاجه مره شايب صدمني هو الغلطان يوم العيد ونزل وهاوشني وانا قاعد اقول لك نعم انت بخير يا عم هو قاعد يهاوشني طيب هذا غلطان طب هذا درس انت قد بس هذا عشان وشايب طيب يعني لو مشعل ما يعرفك انت ما تعرف صدمك بتهاوش معه ايه ليه نزل افضل السياره طيب اسمعني اسمعني تخيلوا لو ان ما في اخلاق في الحياه تخيلوا ما في وشه تخيلوا انه ما في اخلاق وش كان بيصير يا ابو خضران انا مش انا اعلم ايش كان بيصير لا 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 يرتب كان بيجي مجالد وتبقي وجي يدخل دباه كان بيجي طلع مثلث تقطع ثاني اول ما ينجل الدنيا لو سمحت كان بيجي مصافك والله تكلم جد بس ولا بيجي حتى حلول بين الناس فلما انت تجي طلع عمرك انت وياه تجي تجلس عند السياق في الاخلاق في الجلسه سياق في الاخلاق طال عمركم انا بديت استرسل استرسال غلط عذرا مش اسلم ما عليك عبد الله ينظر طبيعي بيجي بالعيد طبيعي اسلم يا ابو مالكم طويل اسمع 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 طال عمرك انت وياه انه في السياق الحياه لابد ان هناك اخلاق الله يعطيك العافيه لو ما في اخلاق ما في تسامح ما في عفو نعم عرفت مين هو بيقول ايش المهم طال عمركم ما في حتى جمالية في 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 نفس الشخص بروح انت يا اخي خفة روحك زي الاخلاق لغه العالم كم تكفى معليش اقول لك طال عمرك يا خلوان رقطع موضوعك طال عمرك حتى مع الشعوب طال عمرك واحد لاحظنا على الاخلاق طال عمرك رجال لازم ياخذ لا الله يطول عمرك لا طال عمرك الحين طال عمرك هذه طال عمرك من الاخلاق رياك الحين لا جاء رجال درس سيء في الاخلاق لا جاء رجال يخاطب من عندكم اول شيء بتسعى عن اخلاقه رجال سيء تسعى عن شيء الرجال صح ولا لا سلطان قبلته سلطان لا جاء الرجال يخطب من عندك ما تسعى اخلاقه الارشيف ماضي اهم شيء اخلاق دينا واخلاق الرد ممكن ينقصك وانت في زوج هل فعلا مثل يقول يا سلطان انه بعض الاشخاص ممكن يظلم تصنف الاخلاق الا لحظه غضب يطلع معدن هذا الكلام صحيح انا ضد الشيء ذا ليش لكن انا بقول لك شيء في الجنسيات كلها الحين لو تقابل حتى واحد ما يعرف لغتك تقابل واحد ما يعرف لغتك اخلاقه تغلبك اخلاقك تغلب اذا عندك اخلاق حتى الديانات حتى لو ما كان مسلم ما اشتغلت قهوتك صح عبد الله اذا كان ذو خلق ما تشرب قهوتك يا ولد هذا من اول شرب كم انا ما احب تدري بس طيب اذا عندي شريحه ديانات ما احب الرجال يبدي عشان تشرب هذا كارثه صلاه شوفوا يا عيال اروح البسام لا ارفع الدله فوق يا من انت معنا اتصالات مجلس الان عبد الله سلك هذا
بس لا يمكن ما له دخل غسان بالشرايح. كسر حاجه جديده. 16 كسر 16 اول كسر اول كسر من قبل اول كسر ليه تكسر السلطان؟ ليه سلطان؟ ليه سلطان؟ نواف يا قلم مصارع فجأة ليه يا سلطان؟ بقلبي هدي يا مارك هنري سلطان ايش فيهم عليك؟ اعداء ما يمرون تاخذ المركز الاول يا روح روح هذا مرته هيري مو غريبي انا بديت اعلن الحرب على اللي عينك يا طيب من 10 سنين لا اله الا الله ما علينا في ذمتك اني انا اطبخ العشاء انا الهادي اخلاق حياتي لم يكن هنالك اي عبد الله تقول انك من تطلع ايش بتسوي؟ يوم بديتك تسوي اعلان اول مقطع بحذف سناباتكم ارقامكم انا ما اعطيتك رقمي ترى ولا اعطيتك سناب ولا في ناس ولا بيعطيك في ناس استلموا يعطوني مثل منهم يا عبد الله كلكم المتسابقين لاني انا قاعد اشوف حاجات غريبه سلطان يمكن صدق ومدح واحد ستة سبعة وراه والله حتى انا جاني نفس الموقف والله يغيرون حاجات ود انا لو انا لو اطلع واحد يقول لهم وين المشكله طيب انا بعدك المشكله اذكروا محاسن اخوياكم الله يرضى عليك احنا 60 يوم مع بعض حلو لازم نبلغ في موقفين زينه و900 موقف ما هبزي صدق فعط خويك الموقفين الزينه صح قول له عن سلطان كويس طيب عبد الله الشهراني عبد الله الشهراني ما عنده مواقف زينه طلع فجاه انصدم اخوياي مرسلين لي لقطه الجمهور مرسلين لي لقطات لاخوياي يمدحون فيني يقولون مواقف طيب احمد ربك انا ايش بسوي ترى صدق انا مدح برفع الجوال بس انا بقول ترى اخويا كذب امنع عن نفسي لا قول فلان ما سويت معه في عبد الله ابو صالح اول شيء